هذا معجون فلفل احمر كوري، ممكن تستبدلوه بمعجون طماطم ملعقه صغيره. وصفتنا لليوم أندومي لجوع آخر الليل بطريقة جدا سهلة وجدا لذيذة وطعم أكيد حيعجبكم، ميكس خطير بين الحموضة مع الحلاوة أكيد حتعجبكم. في مقلاة على النار حنزل الزيت وأضيف عليه الفلفل الرومي الأخضر والجزر، أقلبهم تماما وأضيف عليهم الفلفل الحار ومعجون الطماطم والصويا صوص الحلوة وأقلبها. هضيف عليهم كوبين من الموية المغلية وأنزل النودلز أو الأندومي، وبعدها حنزل عليها البهارات حقتها مع الفلفل وأقلبها، وآخر حاجة حضيف عصرة الليمون اللي حتعطيها طعم من جد خطير. خلاص كده الأندومي صارت جاهزة معايا، طبعا ما أوصف لكم طعمها لجوع آخر الليل، وبالعافية عليكم لازم تجربوها. بقول لكم قصة الاندومي. مقلى على النار واضيف عليها زيت، ومن يسخن انزل عليه فلفل بارد وملفوف وجزر. اول ما ينزلون انزل شوية معجون طماط، شوية صويا صوص، سويت شيلي صوص، بهار فلفل الاندومي، شوية ليمون، اندومي، شوية ماء حار. اول ما تتفلل نغطيها لمدة 5 دقائق. اول ما يبرز الاندومي احط الاستربس بالاير فراير، مجرد دقيقتين بعدين احطها بصحن التقديم. تدرون دايرك تحب اكل من المقلة ولا ما تدرون، بس جاملتكم بهذه المرة. الدياية توقع نار. جاي نار، وبالعافية عليكم الاندومي. اندومي بالفلفل والثوم، في القدر نضيف الزيت والفلفل والثوم المطحون، ونضيف بهارات الاندومي نحمسهم مع بعض. بعد كذا نضيف الصويا الحلوة وعصير الليمون، في الأخير نضيف الاندومي المسلوقة ونقلبهم مع بعض تقريبا دقيقة ونطفي النار. ضروري تجربوها، مرة سهلة ومرة لذيذة، وبالعافية. اندومي بنكهة البرياني، في القدر نضيف الزيت والبصل والثوم والزنجبيل مع عرق فلفل. بعد ما يتحمس معانا البصل نضيف الطماطم وملعقة كبيرة من بهارات البرياني مع بهارات الاندومي وملعقة كبيرة من معجون الطماطم. نحمس المكونات كلها مع بعض ونضيف بقدونس مقطع أو كزبرة ونص علبة من الزبادي. بعد ما تتسبك معانا الكشنة نضيف حبتين اندومي سالقينها من قبل ونقلبها مع الكشنة تمام، زينها بالبقدونس والبصل المقلي ونقدمها. ضروري تجربوها، مرة سهلة ومرة لذيذة مع الليمون، وبالعافية. أهلاً، بفيديو اليوم رح نسوي اندومي بالأجبان بطريقة مرة لذيذة وتغيير عن المعتاد. استخدمت اندومي نكهة كاري دجاج، وفي طاوة على النار حطيت الاندومي والبهارات والموية المغلية. رح أخليها شوية وبعدين رح نضيف معجون طماطم وجبن سايل وجبن شيدر وكمان موزاريلا، ورح نحرك إلى ما تذوب معانا الأجبان. وآخر شي رح أضيف شوية عصير ليمون ورح أطفي النار. وطبعا ما في أسهل ولا ألذ من كذا. اكتبوا لي تحت إذا جربتوا هذه الطريقة من قبل ولا لا، وإذا ما جربتوها انصحكم تعملوها، من جد طعمها مرة لذيذ، وعلينا وعليكم بألف عافية.
ويا مساء الورد، وصلتنا اليوم من المطبخ الشرق آسيوي الإندومي بنكهة كورية. بسم الله، عندي زيت بصل وثوم، الماشروم يفضل كذا نوع، بهارات الإندومي، كل شيء ميكس مع بعض. بعد كذا بضيف مكعب مرق والموية وحليب جوز الهند وملعقة فول سوداني، كل شيء ميكس. بعد كذا بضيف الإندومي والصويا صوص وبغطي النار، بترك شوي كذا يستوي يتسبك. كذا صار جاهز. زينت بصل أخضر مع خس وبصل وحركات، وإذا تحبون بيض حطوه، مرة لذيذ الصوص، ما أقولكم طعمه خرافي، الطعم جد جد يستحق التجربة، سهلة وسريعة ولذيذة. وعافية علينا وعليكم. هلا والله، حسوي معاكم أندومي بخلطة ورق العنب، الوصفة اللي ابتكرتها ومرة انشهرت. حط شوية زيت، معجون طماطم، دبس رمان، موية حارة شوية، حضيف عصير التمر الهندي، عصير ليمون، ثوم بودرة، بابريكا وكاري، هخليهم يتسبكوا. بعدين هحط بطاطس مقلية بالقلاية الهوائية وخليها شوية تتسبك. في الوسط هحط شوية موية حارة، حبتين نودلز. بعد ما يصيروا نص استواء هضيف البهارات، أغطيها لين ما تستوي، وكده حتكون جاهزة. الطعم كأنكم تاكلوا ورق عنب، ما في أحد جربها إلا وعجبتكم، وكثير رجعوا طلبوها مني تاني. حرفيا اتعدت مرحلة اللذاذة، لازم تجربوها وبالعافية.